مساء الخير. التاريخ كنز الشعوب وميراثها الخالد، لابد لمن يخوض غمار هذا المجال ويكتب التاريخ ويوثق أحداثه أن يكون صاحب مسؤولية وحس وطني ويتمتع بالنزاهة، لأن عملية التاريخ عملية خطيرة جداً، ترسم بها صور لأوطان وتحدد مصائر. التاريخ مو لكل من سولت لنفسه أنه يشتهر وتكسب من وراء تاريخ بلده من خلال كتاب ضعيف ما يشبه تاريخ أو إرث البلدان. الوطن أم وصونه أمانة، مو بس في الجانب العسكري أو الجانب الإعلامي أو حتى الاقتصادي وغيره. المؤرخ هو أساس هام وقوي لترسيخ قيمة هذا الوطن والبناء على أمجاده ونجاحاته. صحيح أن التاريخ هو أصعب المهام وأكثرها جدل، لكنه خدمة لأمة كاملة. في عبارة تاريخية تقول: تاريخ كل أمة خط متصل، وقد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع. حياكم الله في الرأي. مشاهدينا، بنستعرض معكم عناوين حلقة اليوم. في الفقرة الأولى بنتكلم عن قل خيراً، حملة مجتمعية ضد التنمر. في الفقرة الثانية بنتناول موضوع مجلس الشورى يحصد جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتقدم المرأة. وفي الفقرة الثالثة لأول مرة في البحرين فريق رياضي لأطفال متلازمة داون. وفي الفقرة الرابعة راح نتكلم عن هل يمكن أن يكون هناك تشريع للحد من استخدام مشروبات الطاقة. قل خيراً للكلمة قوة رصاصة، بهذا الشعار دشنت وزارة شؤون الإعلام حملة مجتمعية للحد من التنمر الإلكتروني اللي صار ظاهرة مزعجة ما تتناسب مع تعاليم ديننا الإسلامي ولا عاداتنا ولا أخلاقياتنا، وكان من الواجب الاهتمام بهذا الجانب. خلونا نتابع هذا التقرير. نضع حداً للتنمر الإلكتروني ونقول للمتنمر قل خيراً. أهلاً وسهلاً بكم في حفل تدشين الحملة التوعوية قل خيراً. كل حساب اليوم أو كل تليفون موجود عندنا تجد الكثير من الأخبار الغير صحيحة، ولما نقول أخبار مزيفة أو غير صحيحة هذه ليست كلمات للاستهلاك الإعلامي. أحد الرؤساء الدول الكبرى خلال 2019 ذكر كلمة أخبار مفبركة أو فيك نيوز في أكثر من 196 تغريدة. نحن نعيش عالم فيه الكثير من المعلومات المزيفة. هذا لا يعني بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة غير مفيدة. نحن نقول بأن هذه الوسائل يجب أن نستخدمها الاستخدام الأفضل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا.
اللافت طبعا أن يعني حملة قل خيرا سجلت انتشار وشعبية كبيرة تبارك الله، يعني ثلاثة أيام ولكن أصداءها للأمانة يعني كانت كبيرة ومشرفة. شارك فيها شباب بحريني واعد، يعني أكد على وعيه ومهارته في نشر الوعي المجتمعي وتطبيق شعار قل خيرا. معي في الاستوديو اليوم المنتجين المنفذين للحملة من إدارة الإبداع والإعلام الإلكتروني بوزارة شؤون الإعلام، أمل علي وحسين جاسم. مساء الخير شباب. مساء النور. يا هلا. أنا وايد فخورة فيكم. شكرا. يعني الشيء اللي قدمته مشرف وبيضت الوجه، وأحس فعلا يعني بالفخر أكيد أنا وبقية زملائي في وزارة شؤون الإعلام. الحملة يعني كانت يمكن في أيام قصيرة لكن يعني انتشرت بشكل كبير. صحيح. وهذا يعني شيء يدعي للفخر، شباب مثلكم يعني يمكن حملة يعني هي عميقة جدا ولكن قدرتوا فعلا أن أنتوا توصلون يعني الأهداف. أمل أنا ببتدي معاك، خلنا نتكلم عن الهدف، الهدف من هذه الحملة. الهدف طبعا من الحملة كان العبارة كانت قل خيرا، دائما كانوا الناس يسألوني قل خيرا قل خيرا شنو يعني، وإحنا حابين أن الناس تقول الخير، تقول الخير في وسائل التواصل الاجتماعي، حابين نحد ونقلل من التنمر الإلكتروني. نعم. فهذا هو الهدف الأكبر لنا، وإحنا حاولنا نركز أكثر في النسخة الثانية من قل خيرا. هذه هي النسخة الثانية حسين طبعا. النسخة الأولى يمكن إحنا شفناها على هيئة فواصل في شاشة تلفزيون البحرين. صحيح. لكن الحملة في هذه النسخة خدت يعني يمكن منحنى آخر وجميل ومجتمعي في نفس الوقت. يعني في سؤال يمكن يعني يتراود عند الكثير من الناس، يعني صحيح. عبر حملة كيف ممكن نحن نحد من انتشار ظاهرة التنمر اللي فعلا بدأت منتشرة ومزعجة؟ صحيح، هي مثل ما قلنا أن النسخة الأولى للحملة كانت في 2016، كانت عبارة عن حملة في الميديا أو خلينا نقول السوشيال ميديا والميديا بشكل عام. في النسخة الثانية حبينا أن نبلورها أكثر، ليش ما توصل حق المجتمع يعني عن طريق مثلا فعالية، عن طريق شيء ملموس. يعني كانت لمدة ثلاثة أيام في الأفنيوز، حاولنا نوصل الرسائل التوعوية من الحملة عن طريق مثلا Artworks، قاموا فيها فريق الجرافيكس في الإبداع قواهم الله، وعن طريق استضافة بعض الخبراء في هالمجال. يعني حسينا أن صارت الحملة أجرب للجمهور أو للمجتمع بشكل عام، بشكل ملموس. يعني اللي يمر علينا البارتيشن في المساحة الموجودة في الأفنيوز كان يسأل ويتفاعل عن طريق طرح أسئلة للمنظمين، وكان بشكل عام يعني في السوشيال ميديا تفاعل جدا جدا غير متوقع. صحيح. يعني حسينا ممكن يكون في تفاعل بس بهالحجم. صحيح. حسينا انه وصل المسج من صحيح. الحملة للجمهور. تعرف شنو يعني الجميل في ذي الموضوع، احيانا لما نشوف في هاشتاج تشالنج لشيء معين. صحيح. كل الناس يسوون هالتشالنج. صحيح. صحيح. سواء كان تحدي خطير بتروح في داهية يسويه لأول مرة، يعني خلينا نقول أن هناك في تبعية لشيء إيجابي وفي خير. الكل طبعا شارك، وانتم شفتوا شلون في مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط. الكل ساهم في الهاشتاج اللي تم إطلاقه قل خيرا. حلو أن الخير يتبع الخير، هذه هو أعتقد يعني صلب الموضوع. صحيح. يعني يمكن أمل، أنا يمكن تحت الهواء سألتش قلت لك أمل يعني ثلاثة أيام وويكند أكيد زحمة، قلتي لي هي في مشاركة كبيرة مو بس من البحرينيين أيضا من الخليجيين، خلنا نتكلم عن هذه المشاركة. كانت يعني موجودين الجنسيات البحرينية، الخليجية، العربية، الأجانب، كلهم موجودين، الصغار، الكبار، كبار السن موجودين، ما شاء الله. الشباب. أكثر شيء لفت انتباهي وتميز أكثر لما أم كبيرة تشكرنا على هالشيء، لما أبو يقول حق ولده ويبي يعرف من خلالنا هو ما عارف ولده يتعرض للتنمر الإلكتروني أو لا. فهي شيء وايد يصدم. لما شخص في شيء كان وايد صادم، يعني ان في اشخاص اعترفوا انهم يمارسون التنمر. هالشيء ما توقعته. هذه ممتاز.
يعني حاولنا يعني إيه؟ لحظة قالوا لكم ان احنا نتنمر على الناس؟ طيب قالوا لي شنو كنتوا تنصون؟ انا طبعا اول شيء بالبدايه تفاجأت لان مو شخص واحد، اكثر من شخص واعمار شباب واطفال. طبعا الاطفال في طفل يعني في هاي دليل نجاح حمله شباب إيه؟ ترى على فكره بالضبط. اذا يالك الشخص هذه هم الجمهور المستهدف ترى لين بالضبط. يعني هي يعني الهدف من الحمله نقدر نقول انه تقريبا نقدر نقول انه وصل. يعني اي شخص يعني يعترف انه هو مثلا من المجتمع المتنمر هذه اول خطوه للحل اول خطوه للحل يعني صحيح. مثل ما نقولها يا صحيح. طيب حسين، يعني في مظاهر سلبيه كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. في منها الطرح السيء، في منهم الحين اللي قاعدين نشوفه الاطفال اللي قاعدين يقدمون يعني فيديوهات ومحتوى جدا صح. سيء ما يليق حتى بطفولتهم، لكن انتم اخترتوا التنمر. ليش التنمر تحديدا؟ هي لما نتكلم عن التنمر ككلمة نحصلها أنها هي قديمة، مصطلح قديم يعني. أما إذا بنتحكى عن التنمر الإلكتروني سبيسيفيك فبنحصل أن التنمر الإلكتروني مصطلح جديد ومؤخرا قاعد يزيد وينتشر أكثر. فليش ما إحنا نجدد الحملة من بعد مرور أربع سنوات ونطرح القضايا اللي تصير في المجتمع عن طريق استضافة خبراء في هالمجال مثل الجرائم الإلكترونية، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة حماية المستهلك. فحسينا أن وصل مسج، فهذه الشيء يعني المستهدف، هاي التارجت مالنا. برافو شباب الصراحة. شكرا. يعني فعلا فعلا يعني أثرتوا بطريقة يعني إيجابية والرسائل كانت جدا مباشرة. حتى اختياركم للكلمات اللي نشوفها في حساب طبعا وزارة شؤون الإعلام وحساب تلفزيون البحرين كذلك، رسائل عميقة قصيرة ولكنها يعني عميقة. أمل، هناك في يعني جانب جميل في عملية التسويق. يعني شفت أنه منظم، لابد واضح أن هناك في خطة أكيد، لأن يعني التسويق كان مرتب ودقيق، ورسائل كذلك كانت يعني رسالة تلو الأخرى. نتكلم عن الجانب التسويقي. الجانب التسويقي طبعا اشتغلنا عليه من قبل فترة عساس يعني ناخذ مجرى صحيح. طبعا أول شيء كان في مسج SMS، الناس مو عارفه شنو اساسا هو شنو صاير. بعدين المسج الثاني بعدين الفيديو اللي ندعو الناس للحضور هذه الفعاليه. في تسويق ايضا في البارتيشن موجود عبارات تشجيعيه وملهمه بسيطه. حاولنا طبعا في السوشيال ميديا البوستات تكون خفيفه على الناس وتوصل معاني. قل خيرا. في جانب ايضا تفاعلي كان مع الناس، هذا الجانب خلى الناس تتفاعل اكثر في هذا. وايضا شاركوا معنا في كوب القهوه، الناس تحب القهوه وقاعدوا يشاركون في التصوير، فهذا تسويق اللي يعني مشينا عليه. ممتاز. امل، انا يعني ابغى اسال عن ردود افعال، ما بقول يعني المواطنين او يعني المقيمين، انا بعرف الضيوف السياح اللي كانوا موجودين، قلتي لنا في خليجيين وفي اجانب. يعني أنا حابة أعرف ردود أفعالهم شلون كانت عن الحملة. أولاً في وايد ناس مو عارفة، يعني بعض الأجانب يزورون بس يمكن ما شافوا الاسمس، ما وصلهم لأن إحنا في البحرين. دارك يدشون ويتفاجئون هي فعالية يعني توعوية مجتمعية. بعدين إن يتمون يسألون أسئلة أكثر. شوي شوي يقولون هذه الفعالية لازم تكون أكبر وأوسع، ما يصير تكون بس في نطاق ثلاثة أيام. كانوا يعني عندهم إن المفترض أكبر يكون الشيء، وفي ناس حتى كانوا يقولون المفترض في تعاون أكبر، وهاي الشيء اللي أتمنى إنه يصير، نتعاون مع حتى لو البلدان أكثر وتوصل يعني توصل رسالة أكبر. قصدهم إنها تكون على مستوى يعني أكبر من البحرية. أوسع بالعكس، يبون إن هاي الشيء يكون أكبر لأن إحنا
احنا في السوشيال ميديا عالم يعني كبير، مو بس البحرين. ان شاء الله تكون مبادره فعلا على مستوى دول الخليج، يعني تنطلق من البحرين، هذا شيء جدا مشرف. صحيح، جدا مشرف. اخترتوا يعني عدد من الشخصيات، يعني كل شخصيه يمكن تناولت جانب. سبب اختياركم لهذه الشخصيات حسين؟ في البدايه كانت جلسه حواريه ادارتها الزميله مريم فقيهي، يعني تطرقنا ل كذا جانب. الجانب الأول كان نقاش مع العقيد أحمد الرميحي، يعني تطرق حق المشاكل أو الحالات اللي توصل للجرائم الإلكترونية. والبارت الثاني كان عن طريق نقاش مع إدارة حماية المستهلك عن طريق الأستاذة لول وصليبيخ. البارت الثالث وهو المهم كانت الدكتورة إيمان حاجي، تطرقنا عن الجانب النفسي للمتنمر والمتنمر عليه. إذا احنا حلينا المشكلة قبل عن طريق يعني تعزيز الثقة عند المتنمر، ما بيكون في تنمر. حتى أكثر أسباب التنمر اللي هي قلة الثقة في النفس، فإذا حلينا هالجانب ما بتكون في مشاكل للمتنمر. صحيح. المتنمر عليهم. فهي بشكل عام، حتى كانت في يعني نقاش مع الجمهور وطرح آراء، وحتى ممكن تكون عن طريق مثلا استضافة حالات إنسانية واجهت هالمشاكل. ممتاز ممتاز، أنا أشكركم يعني على وجودكم. أنا أشكر طبعا جميع العاملين على هذه الحملة. عفواً. بيضتوا الوجه شباب، بارك الله فيكم. فعلا الشيء اللي شفناه للأمانة هو فخر. يعني أنتوا شباب في عندكم روح الإبداع فعلا، من يعني إدارة الإبداع بيضتوا الوجه وبارك الله فيكم. هذا طبعا في الأخير يعني يسجل أكيد يعني كصورة مشرفة لمملكة البحرين. شكرا جزيلا لكم. عفواً. شكرا حسين وأمل. مشاهدينا، أكيد من المهم يعني الالتفاف للكثير من الظواهر اللي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشوفها يوميا، يعني منها ما هو دخيل على عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا، وكذلك يمكن القيم اللي احنا تربينا عليها. حملة قل خيرا حملة فاعلة، نتمنى لها الاستمرارية وتحقق أكيد الأهداف. ليش لا أن ما تكون مبادرة طبعا تنطلق من البحرين إلى يعني الدول اللي برا. خلونا مشاهدينا ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها. مجلس الشورى تمكن من حصد جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة ضمن الدورة السادسة للجائزة. راح نعرف ليش استحقوا هذا الفوز، ولكن بعد هذا التقرير. مبارك أكيد لمجلس الشورى هذا الإنجاز الوطني، ويسرني أن تكون معي على الهواء مباشرة الدكتورة فوزية يوسف الجيب، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى. مساء الخير دكتورة. يا هلا، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك، وألف مبروك طبعا الفوز. الله يبارك في حياتكم.
دكتورة، شنو يعني لكم الفوز بجائزة صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة؟ طبعا هذه الفوز يعني الكثير في المشاركة في هذه الجائزة الوطنية والمبادرة النوعية التي تميزت بها مملكة البحرين، تعد في حد ذاتها مكسب للأمانة العامة وللمرأة البحرينية العاملة في المجلس، بالشكل طبعا ليعكس صحة المسار الذي تنتهجها الأمانة العامة للمجلس لتمكين وتقدم المرأة البحرينية. هذا الفوز هو أكبر تقدير لمجلس الشورى اللي نفخر طبعا بالعمل فيه، بما يعني أن المجلس وفر كافة مقومات النجاح والتميز لدعم المرأة وتشجيعها ومنحها فرصة التكافؤ طبعا وصولا إلى تقدمها وتبوأها المناصب الإشرافية والقيادية. المرأة في الأمانة العامة لمجلس الشورى طبعا بلغت نسبتها 33%، نسبتها في المناصب القيادية 35%. جميل. دكتورة، يعني مجلس الشورى استطعنا يعني حصل على المركز الأول، لو نتكلم على يعني المعايير اللي تم اعتمادها ليصل إلى هذا الفوز. طبعا المعايير، أول شيء لابد أن أشير إلى أن هذه الإنجازات والنتائج تحققت نتيجة إيمان معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بدور المرأة في مجلس الشورى، والدعم والاهتمام الكبيرين اللي يوليهم معالي وسعادة أمين عام المجلس المستشار أسامة أحمد العثفور. تم تشكيل لجنة تكافؤ الفرص من مدراء الإدارات، عملت اللجنة على وضع استراتيجية طبعا طبقا للمعايير الموضوعة من المجلس الأعلى للمرأة، حوت الاستراتيجية خطط عمل ومبادرات نوعية، بدأناها بزيارة استطلاعية إلى أحد المؤسسات الفائزة في الدورة السابقة، تعرفنا على واستفدنا من تجربتهم في مجال التكافؤ. طبعا وصلنا التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة، حرصنا على الاستفادة من استشارتهم في وضع الخطط والمبادرات لتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة العاملة. تم وضع تنفيذ مبادرات للتطور المهني وورش توعوية لمساعدة الموظفين على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم. طبعا وضعت الأمانة العامة خطة للتطور الوظيفي مدتها 5 سنوات اللي هي المسار الوظيفي، إضافة إلى أن تم توفير خدمات مساندة، خلقنا بيئة عمل صحية متكافئة، تأمين صحي، نظام الدوام المرن، التدريب، تضمين برامج جودة الحياة اللي حين أتذكرهم، إلى جانب أن المرأة في الأمانة العامة أثبتت جدارتها واستطاعت بكفاءة تحملها المسؤولية والتزامها وولائها الوظيفي. استطاعت أن تصل إلى أعلى المراكز القيادية في الأمانة. كل الشكر لك دكتورة فوزية يوسف الجيب، الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى. كل الشكر لكم وبالتوفيق. مشاهدينا، الأمانة العامة لمجلس الشورى من إنجاز إلى إنجاز متواصل. الأسبوع الماضي استضافنا موظفين من الأمانة تكلموا عن تشكيل لجنة السعادة، وهي أول لجنة في مملكة البحرين تعنى بهذا الجانب. واليوم نحصد طبعا فوز الأمانة بأكبر جائزة في البحرين. كل التوفيق لكم وإن شاء الله تحصدون الإنجازات مثل ما يعني تعودنا منكم. ننتقل إلى الفقرة التالية. شاب بحريني قدر أنه يكسر الحواجز ويؤسس لفريق أطفال متلازمة داون على الالتزام في فريق واحد، يشكلون طاقة إيجابية قوية تقودهم إلى تشكيل أول فريق بحريني للتنس الأرضي. تعتقدون يعني شلون قدر يسوي هذا الشيء؟ خلونا نتابع هذا التقرير. Thank you.
فكرة التنس الأرضي هي جديدة، يمكن حتى على الاتحاد الخاص ما في عندهم فريق تنس أرضي، هم يطمحون وفي توجه إنه تؤنشيت مثل ما قلنا إحنا فريق تنس أرضي. فكرة التنس الأرضي أتت في البداية من مركز متلازمة الدون عندما تقدمت إحدى الشركات بالدعم مشكورة إلى اتحاد التنس الأرضي وقالت نحن نريد أن ندعم أبناء جمعية أو مركز متلازمة الدون. كانوا يتدربون بشكل مبسط يعني في بهو تابع حق مركز متلازمة الدون. كيف أعد فريق نفتخر فيه في البحرين، تفتخر فيه جمعية متلازمة الدون ويفتخرون فيه الأهل ويفتخر فيه البحرين ككل. الآن فريقنا تقريبا كعدد متكامل، 4 بنات 4 أولاد، عندنا ضيفة بعد من السعودية تأتي بين حين وآخر أو لا تنضم لعيالنا، وإحنا نرحب بالجميع طبعا. الآن التوجه إن شاء الله وإذا سنحت لنا الفرصة كيف نخلي فريقنا بشكل رسمي يتبع الاتحاد الخاص البحريني. تقريبا صار لها أكثر من سنة هني. في البداية ما كانت متمكنة من اللعبة، بس الحين وايد تمكنت. أول شيء تحسنت في الأداء، حست يعني إحساس إن هي مثل الطبيعيين، إن هي تقدر تلعب، إن هي تقدر إن هي تتقن اللعبة. تأثيرها كان وايد جيد، تحسين إن هي طلعت من اللي كانت فينا نفس القوقعة كذي، لا طلعت منها، صارت أكتف، صارت مرحة، صارت تشارك أكثر، وايد يحبونها ويعرف يتعامل مع كل واحد منهم، وإحنا هني مثل عائلة واحدة يعني إحنا معه مو بهادينهم بعد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، معي اليوم في الاستوديو المدرب الوطني البحريني حمد الفردان وأعضاء فريقه اللاعب روان إسماعيل واللاعب محمد منصور. مساء الخير شباب. مساء النور. روان شلونك؟ بدينا على هواء. دقيقة. يلا خذي راحتك. محمد شلونك؟ زين. كابتن. يعني أول فريق رياضي في مملكة البحرين تقريبا التنس الأرضي. التنس الأرضي نعم. تقريبا أنتوا كم عددكم؟ هما 9 من بنات وصبيان طبعا، أعمار متفاوتة يعني في اللي صغير وفي العود في ذي، بس طبعا هما أنا كلهم واحد يعني ما في عندي أنا عمر صغير وعود، لأن تعرفين هاي الفئة يعني يونتش كلهم نفس الشيء، وما زادوا لي عن 9 طبعا، ونطمح انه يزيد ليش لا يعني، بالعكس انا مستقبل لي نحيه الله يعني. يعني انت اخترت يعني فئه عزيزه علينا وايد، وانت يعني يمكن ما يعني يمكن ما خذيت جانب اكاديمي او نفسي او علمي صحيح. هذا الجانب، ولكن عندك اسلوب في التعامل يعني معهم. انا يعني قبل الهوى يعني مشاهدينا يتعامل معهم مثل الاخو يعني مثل ابوهم. اي لازم يعني طبعاً. انت هذه طريقه التعامل طبعا اكتسبتها اكيد يمكن من خلال التعامل وايد معهم. يعني شوفي انا طبعا كوني كخبرتي في التنس الارضي كمدرب، كنت لاعب منتخب سابق وبعدين صرت مدرب ودربت منتخبات الاشبال والناشئين والبنات سيدات، بس هذه الفئه يعني شيء جديد كان علي، وقلت انا ليش ما اجرب، لان انا اساسا احب التطوع يعني واحب اشارك في الأمور الاجتماعية والرياضية في كل شيء. فجربت تدريب هاي الفئة يعني مثل ما قلت أنت، كنت تعاملي وياهم كمدرب كان نفس الأبو ونفس الأخو ونفس الأم بعد وياهم كل شيء في الملعب. الحين بسألهم عنك روان ومحمد شلونكم؟ زينين. زينين؟
إيش كثر تحبون التنس؟ ليش روان اخترتي التنس؟ أنا بحب نلعب التنس أرتي نبروايد. أنا بحب نلعب التنس أرتي نحبوني نلعب اللي بحبوني أنا حبة نلعب التنس. أنا بحب نبروايد نحب حكي بيها ما حب التنس. التنس أحبش وايد. سويتي لمساعة؟ نحارت نحبوني. يا سلام. أنا بحب وايد نكران نتحمس نلعبون. حبيبي. محرين حبيبي في التنس المحرين. حق قلبي الله يحفظها. محمد وأنت ليش اخترت التنس الأرضي؟ حمودي. أنا؟ إيه. ألعب كرة تنس. ليش تحب التنس قاعد لك هي محمد؟ تحب وايد التنس ده؟ إيه أحب. حلو ودائما تتدربون ما هديتوا التدريب صح على طول تتدربون لان تحبون تنس صح زين تدربونكم احسن مني انا بقول لكم قصتي انا كنت صغيره كنت العب تنس ارضي وشاركت في مسابقه وخسرت وزعلت وما وصلت انتوا احسن مني عليهم عندهم ذهب كروهم الذهب يلا عشان كذي اقول لكم انتوا وايد احسن مني وين الذهب روان محمد كفو الذهب. يا سلام تدربوني اذا جيكم تدربيني روان ايه ثقيل المضرب روان مدربة صح بلعب التنس مع الكره بلعب التنس ارتي تدربني كابتن حاضر ايه اقول لك انا كنت والله بس لا لا حياك الله اي وقت زعله وحده وخلاص لا حياك الله اي وقت عندنا في اتحاد التنس جامعه بوليتكنيك الحين اللي في مدينه عيسى و حتى الأندية اللي برا بعد كله ما شاء الله احنا التنس الأرضي الحين بدأ يتوسع يعني برئاسة الشيخ أحمد الله يحفظه ويقامله بالسلامة ونائب الرئيس الشيخ عبد العزيز بن مبارك وما شاء الله التنس قاعد ينفتح ويتوسع صحيح. أكثر وأكثر يعني ما شاء الله غير عن الأول طيب نبي يعني تعرف على لابد أن هناك في صعوبات أكيد يعني أنت تقضي وقتك في يعني التدريب ولابد أن هناك في أمور معينة يمكن تمر عليك كصعوبات كعراقيل خلنا نتكلم عنها كابتن والله شوف هاي هو جانب التدريب لهاي الفئة طبعا كان بالنسبة لي شيء غير وأنا كوني أنا ما تعلمت شلون أتعامل مع هذه الفئة ترى أنا توني الحين خذيت الدورة اللي هو اتكيت التعامل مع ذو الهمم اللي هو الفن التعامل كانت بفترة أسبوع اكتشفت أشياء ما كنت يعني ما كنت أعرفها عرفت شلون كنت اكتشفت شنو انا كنت اسويه لكن ما كنت اعرف انه هذه لازم انا اطبقها عرفت شلون بس الحين يعني تعمقت وعرفت شلون اتعامل مع هذه الفئه من المكفوف من الذهنيه والامور كلها يعني مال ذوي الهمم في البدايه واجهتني صعوبات وايد يعني واجهتني اللي هو بعد يعني خلينا نقول انتقادات من الناس ان انا شلون يعني بتجه على هذه الفئه وشوفوني احط في السوشيال ميديا ان انا يعني مصور يدي الناس تتكلم وايد على بالهم ان انا مثلا راعي مثل ما نقول ان ابي بس اصور وكذي عرفتي بس لا بالعكس انا مسوي هاي شيء كخدمه وابي كنت حاب ان اتعلم ان انا شلون اتعامل معهم بالعكس يعني انت هذه الخطوه اللي خذيتها اكيد فيها جهد يعني يمكن الشخص يعني احنا نقول شحاده على التعب صح؟ لكن انت اخترت التعب اكيد يعني مثل ما قلنا يعني اغلب احنا يعني عيال البحرين يحبون العمل التطوعي وهذا شيء يعني بالعكس يعني يحسب لك والله يجزيك خير الله يسلمك المشكله للاسف ان احنا في الحين كله قاعد يعني الناس مو قاعد يدش في اللي احنا قاعد نسويه وكله يتكلمون يقولون يعني مو قاعد يشوفون احنا شو اللي بداخلنا يعني النيه مو احنا نيتنا صافيه رب العالمين يعرفها نيتنا صافيه ونيتنا بس يعني ما ادري ليش الناس يعني شو اقول لك انت تتكلم لكن ما تعرف شنو اللي تعال شوف انا شنو قاعد اسوي مثلا هل انجازاتك هي اللي تتكلم الحمد لله رب العالمين خلاص اسال الشباب روان ايش رايك في كابتن حمد شلون يتعامل معاكم ايش رايك فيه انا بلعب مع نادي حمد نبون تيس ار تي انا عارفين من حب تيس ار تي انا مهلبوني اسمي رواس مع الساعات عمري 20 سنة ايوه انا بلعب في كيس ار تي انا بحبه احب انا احب اكون
نلعب تنس أرضي. مع مين رون؟ نحب نلعب نادي حمد، نبوني وايد. يحبونك كابتن. نحب نلعب تنس أرضي. أنا بعد أحبك وايد. أنا بحب أحب. زين ما تحبوني تحبوني؟ نبوني نادي حمد. زين بشترك وياكم أنا بعد. نبوني تنس أرضي. يتغار مني درجة. نكران نادي حمد. هم يحبش وايد وايد. حبيبتي. محرين محرين واحنا شعارنا شنو نقول رمان واحد اثنين ثلاث محرين أيوة. كفو محمد ايش رايك في كابتن حمد انا اقول حمد زين وياي زين وياك اهم شيء امور زين وياك زين وياك زين اذا تبون منه شيء يساعدكم كابتن حمد يساعدكم يعلمكم عدل اي ابطالهم ما شاء الله عليهم اي انتوا عندكم هذه الميداليه صح الذهبيه ذهبيه ممتاز بعد ان شاء الله بتحصلون بعد جوائز ثانيه بتحصلون زياده وزياده كلها ذهب ان شاء الله عشان تحصلون اشياء ثانيه ان شاء الله ان شاء الله شنو القادم يعني لابد انه اكيد يعني انت الحين جمعت لك فريق ما شاء الله يعني عدد زين فشنو الخطوه الجايه؟ طبعا هل تجهزون انتم حق شيء؟ انا سبق وتلاقيت صدفه مع واحد من الاتحاد الخاص وكنت اسولف وياه عن الالعاب اللي هم قاعد يودون هذه الفئه شنو هي الالعاب؟ فقال لي اننا نودي الالعاب القوه والتنس الطاوله والتنس الريشه قلت له شلون يعني؟ قلت له ترى احنا تنس ارضي يعني وانا ادرب هذه الفئه يعني ما تسالون عن هذه الفئه يعني شنو يلعبون العاب زياده او ما تسالون الاشخاص اللي يدربونهم شنو ممكن الالعاب فقال لي لا والله احنا ما نرنا ان هم الفئه ذي قاعده تدرب تنس ارضي يعني قلت له هاي الفئه عندي وانا ادربهم تنس ارضي وكل شيء فخطتي الحين الهدف الجاي ان شاء الله باذن الله انه يكونون اللي هو لاعبين في الاتحاد الخاص اللي هو تبع البحرين وانا اخضع لهم معسكر تدريبي مثلا الاشخاص اللي مميزين عندي طبعا منهم اللي احس انه يطلع منه اللي هو كيمثل البحرين ومنه اللي هو يحتاج شغل وايد فاخضع لهم معسكر تدريبي كخطتي يعني لو انا ان شاء الله اتحاد خاص خاطبوني واتمنى انه يخاطبوني يعني إن اقعد معاهم ويشوفون شنو اللي بيننا وبينهم ان شاء الله ونخضع للمعسكر التدريبي لهم ونروح مع الالعاب اللي هم يمثلون البحرين فيه يعني. انتم شباب وايد شاطرين لان انتم قاعدين تدربون ما وقفتوا نفسي انا وقفت زعلت لا بس نصحك تواصلين الحين ترى انا بايك ترى حياك والله احن والتنس الشيء الوحيد انه ترى ما في عمر عرفتي؟ اي انا احن والله يعني بايكم ها؟ 70 علموني 80 شلون العب اللي عارف ان المضرب ثقيل صح وين ثقيل يعرف لا ثقيل روان مضرب مضرب تنس ارضي ملعب ملعب نتحمس نلعبون نلعب معاك نلعبون شوي عندي لاعب ما يبي الا مضربي المضرب الكبير بس يعني اول ما وصلت كنت المضرب ليش ايش معنى؟ يعني زفعان حلو اقول له محمد لونه حلو انا قمت الحين شو اسوي في التمرين؟ احط شنطتي ابطل الشنطه اصير اعطي خلاص دايركت يعني قبل ما نختم كابتن من خلال تعاملك يعني مع هذه الفئه العزيزه علينا في رساله لابد ان هناك في رساله تبي توصلها للناس شنو هي هذه الرساله؟ رسالتي للجميع ان الحين لابد من الدمج في كل شيء من هذه الفئات ما نبي نفرق بين ذي ولا ذي ولا ذي بالعكس الحين الرياضات كلها يعني انا في ناس عندي من هاي الفئه افضل من اللاعب العادي زين وليش ما احنا نتطرق ان نشغلهم ونوديهم انشطه رياضيه والجميع فحتى الجهات الخاصه اللي برا يعني ليش ما تدعم هذه الفئه من الفئات يعني يعني مثلا ما نبي بس احنا نقول مثلا اتحادات واتحادات لا في فئه معينه ممكن الجهات الخاصه الشركات الخاصه تدعم هاي الفئه من الفئات على اساس يوصلون اللي احنا نبيه عرفت شلون؟ ان شاء الله انت تتكلم ومحمد مستانس على لا هو يشوف اي تصوير مستانس في الاستديو محمد؟ ها؟ مستانس في الاستديو؟ اي مرتاح هو الله يحفظك
أنا أشكر لك كابتن حمد يعني وجودك، وأتمنى إن شاء الله الرسالة تكون وصلت. شكرا محمد. شكرا محمد. شكرا روان. ملابسين عم تسارتي يبوني. شلون؟ ملابسين تسارتي أنا محبة نتحمد. طبعا طبعا نشكر له الدكتور محمد منوعي رئيس المركز متلازمة داون، طبعا هو بعد يدعم يعني من صوبهم وموفر لهم كل شيء على اساس انه تدريب التنس. يستاهلون وما يقصر طبعا يعني معاهم في كل شيء الحمد لله. يستاهلون. يلا ان شاء الله السباق الجاي بعد تجيبون الذهبيه صح؟ وعد؟ ايش قلتي بتسوين لي؟ وترى على فكره روان ترى عنده العاب ثانيه وبعد ذهب. ممتاز. اي عندك روان عندك جري صح؟ اي انا امس اجازتي خاص. ايه اتحر خاص. امس مسافر بتابي. في ابو ظبي راحت. بعد ابوكي. يلا الله يوفقك والله يوفقك محمد بعد ان شاء الله. نشوفكم في المسابقات الجايه تبون الذهب. كفو عليكم الله يحفظكم. حبيبي أقول لها إيه بسافر إن شاء الله. أوكي بسافر بسافر. أنت اسمع ذي الحين غلط. الكويت بتروح الكويت. كفو شباب كفو. بس هو مساعة قال لي برا على الاستديو قال لي كابتن أنا ترى بسافر ما بنزل تمرين. إيه لا بينزل إيه. أكيد بينزل صح. قصدي هالأسبوع يعني. بسافر دبي. بتسافرين دبي؟ إيه. ودهم بوديهم أي مكان يبون. أي مكان يبون. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. انا اشكر لكم وجودكم معنا وكل الشكر لك يعني انت اكيد كابتن. انتم المشكورين صراحه ان اعطيتونا الفرصه ان احنا بالعكس هذه لعيالنا اخواننا الله يحفظك. واتمنى ان نحتضن هذه الفئه صراحه في البحرين أكيد يعني بلا شك. يعني أكيد. ونتعمق فيها اكثر واكثر. إيه. وانا تحت امرهم في اي شيء يطلبونه مني انا ما تقصر ما تقصر. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. يعني مشاهدينا رسالة لكل أب وأم يعني عندهم ابن مصاب بمتلازمة داون. نقول لكم اليوم البحرين يعني كشفتوا يعني أبوابها مفتوحة من مختلف أكيد التخصصات سواء التعليم الرياضة الصحة العمل مفتوحة لكم يعني يعتبر حصولهم على يعني حق ممارستهم لهواياتهم حق من حقوقهم. يعني كابتن حمد الفردان قدم لهم الحب والدعم وخلى المجتمع الرياضي يحترمهم ويوثق طبعا في موهبتهم وصار لهم اليوم فريق رياضي أبرز قدراتهم الرياضية يعني الكامنة بداخلهم. هم اليوم أبطال حقيقيين. أبطالنا اليوم محتاجين يعني اعتراف رسمي مثل ما سمعنا في التقرير اللي تكلمت فيه أم روان. إحنا من الرأي ننقل يعني صوتنا إلى من يهم الأمر. كلنا نعرف أن الأكثر من مشروبات الطاقة لها نتائج سلبية على الإنسان، لكن هل فكرنا يوم في أهمية وجود تشريع بهذا الخصوص؟ صوت أعضاء مجلس النواب في جلسة سابقة على رفض مشروع قانون مصاغ على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، ويهدف مشروع القانون إلى وضع عدد من الأحكام والتدابير اللي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة نظراً لما تحويه من مواد غير صحية. حول أسباب الرفض نتابع هذا التقرير. مبررات عديدة صاغتها لجنة الخدمات بمجلس النواب لتبني توصيتها على أساس رفض مشروع قانون الحد من استهلاك مشروبات الطاقة. شكراً معالي الرئيس. تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة لمجلس النواب بشأن الحد من استهلاك المشروبات الطاقة. وشكراً. وجدت اللجنة أن أغلب الأحكام الموضوعية الواردة في المشروع بقانون قد عالجتها التشريعات النافذة، وهي القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وقانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك. وترى اللجنة أن القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية يسهم هو الآخر في الحد من استهلاك مشروبات الطاقة. أنا مع المشروع القانون هاي معالي الرئيس. يعني أعتقد أنه ما في أي ضرر لو شرعنا مشروع قانون حق المشروبات اللي تضر في الصحة خصوصا للشباب عندنا في البحرين هني اللي تحت 18 سنة. هاي المشروع بالعكس بيكون مهم، بتكون له ضوابط، بتكون له فعالية رقابية أكثر إلى 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 الشباب اللي هم تحت 18 سنة.
لو تشوفين معالي الرئيس في المشرع، احنا لو رجعنا للتشريع البحريني بنشوف ان افرادوا له قانون خاص للتدخين فقط. توصية اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ. السادة النواب تباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض، إلا أن المجلس كان سيد قراره برفض المشروع. المشروع عاد إلى مجلس الشورى ويناقش حالياً في أروقة اللجان مع الجهات الحكومية المختصة، وبانتظار عرضه على الجلسات القادمة ليقول المجلس كلمته الفاصلة. مشاهدينا، حول مصير هذا المقترح وأسبابه معاي الأستاذة هالة فايز، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى. مساء الخير أستاذة. مساء النور هيا، وشكرا على الاستضافة. هذه واجبنا أستاذة. طبعا يعني القانون لديكم طبعا باللجنة، لو نتكلم عن مرئيات يعني هذا القانون، وهل يعني اقتنعتوا بمبررات السادة النواب؟ احنا في خلال الأسبوع الماضي اجتمعنا بخصوص هذه مشروع القانون، وأيضا اجتمعنا بالجهات المختصة وحضر ممثلين من وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وأيضا وزارة التجارة والصناعة والسياحة، واستعرضوا خلال الاجتماع مرئياتهم وأراءهم، ومنها طبعا أسباب اللي دعتهم لطلب إعادة النظر في المشروع القانون، واللي كانت بسببها أعتقد مجلس النواب لجنة الخدمات في رفضت المشروع. نعم. بسببه. أستاذة، يعني أساس هذا الاقتراح يعني من أين انطلق؟ يعني ولو نتكلم عن يعني المبررات الأصلية. أو طبعا المشروع القانون هو بداية مقترح من مجموعة من السادة أعضاء مجلس الشورى، هم الأستاذ رضا منفردي، الأستاذة سبيكة الفضالة، الأستاذة جلال الزايد، الأستاذة نانسي خضوري، والأستاذ نور المحمود. هؤلاء الأعضاء رأوا أنه في حاجة من رأيهم يعني أنه المشروبات الطاقة تسبب ضرر على الشباب، وخاصة إذا كان استهلاكها بشكل مفرط. فبالتالي كان عندهم هذه الفكرة أنه يتقدمون بمقترح بقانون لوقف أو منع هذه المشروبات، حفاظا على صحة الشباب والفئات المجتمع ككل اللي يستهلكون هذه المشروبات. طيب كيف راح يتم تطبيقه؟ طبعا تطبيق عن طريق مجموعة من النصوص التشريعية اللي تحظر تداول أو بيع أو استيراد هذه المشروبات أو تواجدها يعني بسهولة يعني في متناول الشباب، وفرض طبعا عقوبات تتراوح بغرامة من 100 دينار ل 2000 دينار على حسب الأحوال، وفي بعض الأحوال أيضا قد تؤدي العقوبة إلى غلق المحلات. طبعا هذه هو مشروع القانون يعني ورؤية المقترحين في تطبيقه. طيب أستاذة، يمكن يعني يتساءل البعض يعني ليش فقط يعني المشروبات أو مشروبات الطاقة؟ لماذا يعني لا يتم تطبيق الشيء ذاته على مشروبات أخرى أيضا تسبب الضرر على شبابنا في المجتمع؟ أوكي، هلأ الحين إحنا إذا بنعرف شنو هو مشروب الطاقة، هو مشروب يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وأيضا نسبة كبيرة من المنبهات مثلا الكافيين. أوكي، هذه المشروب إذا تم استهلاكه بمعدلات كبيرة يؤدي في بعض الأحيان مثلا إلى ارتفاع ضغط الدم، إلى تسارع في معدل نبض القلب، يؤدي أيضا إلى تكاسل في عمل الجهاز الهضمي. نعم. كل هذه الأشياء هي يعني تكون نتيجة للإفراط في استخدام هذه المشروبات. لكن إذا بتين تفكرين، ما الكافيين ما هو موجود في أيضا مشروبات أخرى. صحيح. في مشروب في الموجود في
القهوة، موجود في الشاي، موجود في كثير من المشروبات، لكن زيادة الاستهلاك من هذه المواد هي اللي تكون ضارة بالصحة. فبالتالي مثل ما تفضلتي صعب أنه الواحد يعني يمنع كل مشروب أو يفرض قانون لكل مشروب. صحيح. ولكن في طرق أخرى للمنع، منها طبعا المواصفات والمقاييس اللي تحدد النسب المسموح بها من هذه المواد في كل مشروب أو في الأغذية. طيب لائحة قانون الصحة العامة هل يعني تشمل هذه المشروبات وأخطارها أم تحتاج إلى تعديل؟ طبعا لائحة الصحة العامة اللائحة التنفيذية فيها كثير من البنود التي تتعرض لهذه الأشياء، وبالإضافة إلى القرارات وزير التجارة والصناعة والسياحة اللي تنظم المقاييس والمواصفات الخاصة بالأغذية، وطبعا تشمل مشروبات الطاقة. وأيضا في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وهذه بعد عملها يشمل المحافظة أو التأكد من خلو الأغذية المتداولة من أي شيء يضر بالصحة أو يخالف هذه المواصفات. فبالتالي كل هذه الأشياء مطبقة في البحرين وأيضا في الخليج، لأن هي مواصفات موحدة مع دول الخليج كلها، فطبعا معمول بها وموجودة. فهي الفكرة في كمية المواد أو الدرجة المسموح فيها هذه المواد هي اللي متحددة في المواصفات والمقاييس. طيب يعني هو كحل يعني يرضي جميع الأطراف، يمكن يعني شرعت بعض دول الخليج بتطبيق يعني الضريبة الانتقائية على هذه المشروبات، يمكن بعض الدول العربية أيضا يعني طبقت اللي هي القيمة المضاعفة، الاحتساب طبعا القيمة المضاعفة على هذه المشروبات. بالنسبة للبحرين نفس الشيء طبعا طبق فيها الضريبة الانتقائية، والمشروبات الطاقة هي من ضمن السلع التي طبقت عليها وبنسبة 100%. وبناء على لقائنا مع الجهات المختصة ذكر ممثل وزارة الصحة أنه تم فعلا خفض، أو يعني الإحصائيات بينت أنه كمية استهلاك المواد المشروبات الطاقة هذه قلت كثيرا بعد تطبيق الضريبة الانتقائية. وهذه من أهم أهداف هذه الضريبة، أنه المشروبات أو السلع عموما الضارة يكون لها نوع من الحد بطرق أخرى، وهي طبعا زيادة السعر، لأنه لما زاد السعر فصارت هذه المواد ليست متوفرة بسهولة لكل من يريد، ولا تسمح حتى بزيادة الاستهلاك، يكون في تراجع في انتقائها. بالضبط. أستاذ يعني قبل ما نختم بشكل سريع، يعني القرار المبدئي اللي راح تتخذونه ما هو؟ طبعا احنا في انتظار مرئيات الجهات المختصة مكتوبة، واللجنة ان شاء الله بتجتمع في خلال الأسبوعين القادمين لدراسة المشروع القانون في ظل المرئيات اللي يعني بتوصلنا. وعندها طبعا اتصور انه اللجنة بتتخذ القرار المناسب بناء على هذه المرئيات، وبترفع الموضوع الى المجلس لاخذ قراره. كل التوفيق. انا اشكرك استاذه هاله فايز، كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقه اليوم. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا يعني بدون شك المجلس راح يكون اكيد سيد قراره في شان مشروع بقانون الحد من استهلاك مشروبات الطاقه، يعني والخاصة أكيد بوضع الأحكام والتدابير اللي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة. لكن يعني إحنا حبينا أن نسلط الضوء على ما يدور في أروقة اللجان بمجلس الشورى حول هذا القانون اللي يعني رفض من قبل مجلس النواب مؤخرا. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، وتصبحون على ألف خير ومع السلامة.